قول الفكتور اف اه هيك الفكتور اي الاي هيك الكار راح اعتبره رقم بوزيتيف، الاش رقم بوزيتيف راح اعتبره، دونك الكا اي راح يكون هيك، هو فيكتور كمان راح يكون نفس الاتجاه لانه رقم بوزيتيف مضروب بفيكتور حيطلع فيكتور نفس الاتجاه هيك كا اي مثلا، مون كا اي حيكون بالعكس. جي والله راح افترض انه جي هيك، والاش بوزيتيف تروى اش جي كمان راح يكون هيك مثلا، كأنه هذا هو تروى اش جي، والله موان كا اي او خليني اقول الاي هو هيك وبس، بس هيك بدي اقول اكيد موان كا اي هيك، بس انا هلا ما بدي ارسم موان كا اي، خليني بس بالاي وما بدي الموان هيدي، خليني بس بالجي.